السلام عليكم. بالنسبة اليوم إن شاء الله نحاول نخدمه الدرس الثاني للسنة الأولى متوسط في نفس المقطع اللي هو الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. اليوم إن شاء الله نتكلم على مفهوم كسر عشري وكيفية الانتقال من كلمة عدد عشري إلى كسر عشري والعكس، أي من كسر عشري إلى عدد عشري. قبل وفي الأخير نقوم بالتحدي. قبل ما نمشيو نبداو في الدرس تاعنا نمشيو نحلو التحدي السابق، كنت عطيته لكم نحاولو نحلوها في الحين باش تقوموا بالتصحيح وتشوفوا روحكم الى الدرس السابق كان استوعب ولا مازال. نقوم بالحل، يتبع معايا نمشيو نكتبوا حل التحدي. الحل قعدنا بالنسبة للسؤال الأول الكتابة اللغوية، لاحظ معايا السؤال الأول قعدنا كتابة لغوية، كتابة لغوية للعدد العشري، للعدد العشري، العدد العشري 3475.04. يلاحظ معايا هنا بالنسبة للكتابة اللغوية لهذا العدد قلنا بلي هذه الفاصلة نقراها وكأنما و، هذه نقراها و، ما نقولش 3475.04، هذه وكأنما آلة راها تقرا لنا العدد العشري. حنا ما نحاولوش نقراها بهذه الطريقة، نحاولو نكتبوها كتابة لغوية مفصلة. هاد الفاصلة نقراوها هو، أيا دروك نمشيو نقراو العدد تاعنا، نكتب هو هذاك العدد هو 3475.75. أي دروك هنا هاد الفاصلة ما نقراهاش فاصل، كنا نقراوها هو هو. دونك هنا كيما كي نجي نقرا هنا ما نقراش 0.4، نقرا مباشرة وأربعة أربعة. أي دروك هاد الأربعة هادو، هذا التام، هذا التام، وهذا الجزء، هادو عدد الوحدات وهذا عدد الأجزاء. هي دروك هنا هاد الأربعة كنخليها كيما هايدا، كنخليها أربعة ما نزيد لها حتى حاجة، هنا ما نبينهاش باللي جزء، رايحة تتنافس لنا مع الخمسة، معنتها هاد الخمسة عبارة عن أحد وهاد الأربعة هنا متشابهين، معنتها هنا نقدر نقول باللي خمسة مع الأربعة كيما بينش ما بينش هادي أربعة واش هي، تقدر تتنافس لنا مع هاد الخمسة، خاطر حتى أربعة كي نكتبها وحدها نعتبرها أحد. معناتها هنا ما عنديش الحق نخليها كما هكذا، لازم نزيد لها حاجة باش نبينها باللي جزء هو أربعة أجزاء، أربعة أجزاء من أي هدرك، أربعة أجزاء من ماذا؟ نمشيو نشوفو هنا، هنا عندي هذا، هذا قلنا بلي ما نرفدوش الجزء من الأحد، عندنا هذا الأول جزء من عشرة، هذا جزء من مئة، وهذا جزء من ألف. هيا معناتها هنا نقرأ أربعة أجزاء من ألف. ثانيا قالوا لنا أعطي التفكيك النموذجي له، معناتها هنا نحاولوا تفكيك النموذجي لهذا العدد، التفكيك النموذجي للعدد هذا 3475.04 أجزاء من ألف. هيا لاحظ معايا هنا قلنا في التفكيك النموذجي نبين كل رقم وش يمثل، هذا لاحظ هيا دروك هنا بالنسبة للخمسة يمثل أحد، عشرات هاد سبعة عشرات، أربعة مئات، وثلاثة ألف.
بالنسبة للصفر هذا جزء من 10، هذا جزء من 100، وهذا جزء من 1000. بعدها دروك عندي هنا واش عندي؟ عندي 5 نتاع الآحاد، عندي 7 نتاع العشرات، عندي 4 نتاع المئات، وعندي 3 مرات تاع الآلاف. ولا نقدر نقراها بعدد المرات، لاحظ معي هو 5 مرات تاع الآحاد، 7 مرات تاع العشرات، 4 مرات تاع المئات، وثلث مرات تاع الآلاف. عندي 0 مرات جزء من 10، 0 مرة من جزء من 100، وأربع مرات جزء من 1000. يلا حد معايا نقوم بتفكيك النموذج. احنا قلنا باللي نرفدو اول الرتبه، معناتها الاولى في الاحد، الاول في الاحد هو 1، الاول تاع العشرات هو 10، الاول تاع المئات هو 100، الاول تاع الالاف هو 1000. الاول تاع جزء من 10 هو 0.1، كنا خدمناها مره اللي فاتت. الجزء تاع جزء من 100 هو 0.01، والجزء تاع 1000 هو 0.01. نعطيكم حل فكره باش ما تخلطوناش في هذوك 0.1. شوف معايا هنا 0.1 باش تعرفوه باللي جزء من 10 ماشي من جزء من شيء اخر، وهذه 0.01 وهذه 0.01. هنا هادو باش نعرفوهم باللي هذه جزء من 10، جزء من 10، وهذه جزء من 100، وهذه جزء من 1000. نعطيكم حل فكرة انا نخدمها مع التلامذة تاعي. هنا هذا الـ0.1 لاحظ معايا، وكان نشوفوها بالمقلوب، نشوفوها في المرآة، نشوفوها في المرآة، نشوفوها بالمقلوب. كيش نشوفوها بالمقلوب؟ ونحاول نحذفوا لها الفاصلة، نشوفوها بالمقلوب بصح بيحذفوا الفاصلة، وكأنما ما نشوفوش الفاصلة، مش نشوفوها 10. لاحظ معايا هذا الـ0.1 كي نقلبوها، معناتها الواحد يجي منا والصفر يجي منا، معناتها تجينا كلي 10 هنا بالمقلوب، بالمقلوب. نشوف الرؤية بالمقلوب، الرؤية بالمقلوب، ماشي معناتها مقلوب العدد، ما عندهاش علاقة، هذه خاطئة. تخلطونا عشان يقول لكم الرؤية، وكأنما تحطوها في المرآة، كي تحطوها في المرآة أي حاجة تبغى تحط الاسم تاعك تشوفه في المرآة تشوفه بالمقلوب. ما تشوفوش كيما اللي تكتبوا، تشوفوا ينقلب. معناتها هنا الـ0.1 كي تشوفوا بالرؤية بالمقلوب تشوفوا 10، معناتها هذا جزء من 10، وهذا كان تشوفوا عاود بالمقلوب يولي 100، وهذا نفس الشيء 0.01 حتى هو تشوفوا 1000. معناتها يظهر لك الفكرة، هيك شوفوا هذا اللي يكون فيه الفاصلة هو الجزء. نمشيو دروك نكملوا العمل تاعنا. قلنا بلي واش نعملوا دروك في هذا، هذيك واو نقراوها زائد، معناتها ها ماشي الفاصلة، هاد الفاصلة خلينا نكتب واو، نكتبها حتى هي نكتبها زائد، نعم ما تأثرش. لاحظ معي هاد الثلاثة عدد المرات هو في، وكي نقول واو نحط الزائد، هي تجينا هنا ثلاث، هذا اللي نكتب تفكيك نموذجي 3475.04. توسعي أيها لا لحظة، نبدأ من الألف ونجي جي من اليسار نحو اليمين، يجوا مرتبين ومسجلين. لحظة أيها نحط ثلاثة هنا، واش عندي ثلاثة عاد ثلاث مرات تاع ألف، معناتها ثلاثة في ألف. متى وكنا ما يهادو نحط هنا في، نحط هنا كل في ونضرب، وهادو كي ننتقل إلى رتبة ثانية رتبة أخرى نحط زائد بيناتهم. هاي لحظة ثلاثة في ألف زائد 4 في 100 زائد 7 في 10 زائد 5 في 1. 5 في 1 نقدر ما نكتبش الواحد، نقدر نكتبها زائد 5 ما عندهاش تأثير، معليش انا نحطها زائد. هنا لاحظ معايا هاد الصفر مابقاش نكتب صفر في 0.1 وصفر في 0.01، انا هادو ما نوضحهمش، هادو اللي فيهم صفر في اصلا ما يتعدوش، معناتها كي نضرب اي عدد في صفر يروح يحذف، معناتها ما كلاش نمشي نعين صفر في هاد الرتبة، مباشرة نمشي للأربعة، نجينا 4 في 0.01
واحد. ها هو ده تفكيك النموذجي كما نح. نمشي للسؤال الثالث. السؤال الثالث قالوا لنا كتابة رياضية، كتابة رياضية ولا كتابة عددية؟ كتابة رياضية أو عددية، ما أنت تعتمد على الأرقام وعلى عدد. يلا حد معايا نمشيو هنا. واش عطاونا العدد اللي هو 45، 45 و 16 جزء من 1000، جزء من 1000، جزء من 1000. يلا حد معايا، واش قلت لكم؟ قلت لكم حاجه الاولى توضعوا الجدول. نوضع الجدول تاعي هو اللي يساعدني في الخدمه باش ما نغلطش، ماشي معناتها ما تعرفش، وانما بعض الاحيان نمشيو نشطارو نحاولوا نخدموها مباشره نضيعوا النقطه ومن بعد عاود نندموا نقولوا كان لا خدمتها بالتفصيل، كان رفضتها، كان لما دابينا ما نحطوش راسنا في موقف كيما هذا. هنا عندنا الفاصله، هنا عندنا احد، عشرات، مئات، ألف. وهي هذا الجدول كصندوق، إذا احتاجت صندوق، إذا كانت عندك شيء كبير تحتاج صندوق كبير، ما تحط وحدات، تحط الرتب بزاف، تحط 10000، 100000. وإذا كان عندك عدد صغير كما هذا، تلاحظ هنا بلي ما عندناش المليون، ولا معناتها ما كلاش نعين في الجدول نحط فيه المليون، خاطر ما نحتاجوش. معناتها هي قلت لكم كما الصندوق، إذا كانت عندك شيء صغير تحتاج صندوق صغير، وإذا كان عندك شيء كبير تحتاج صندوق كبير. هنا جزء من 10، جزء من 10، هنا جزء من 100، هنا جزء من 1000. أي لاحظ معي الفاصلة، هاي الفاصلة، نحط الفاصلة ما تبدلش. أي عندنا 45، 45 كاتبين فيها من هنا جزء ولا شي حاجة؟ ما كاتبينش، معناتها هذه وحدات، معناتها نكتب هنا 5 و 4، صحيح كتبتها 5 و 4. و 16 جزء، 16 كي نشوف قدامها جزء معناتها راها في الجهة الأخرى، ماهاش في الجهة الوحدات، في الجهة الأجزاء. هي هنا، هنا ملاحظة بالنسبة للكتاب المدرسي، هم حاطين لكم الجزء الصحيح والجزء العشري. هي صح كاين جزء صحيح وجزء عشري، بصح هذا المشكل هو كاين هذاك العدد اللي يجي، العدد اللي يجي في اليسار هو عدد تام اللي هو كأنما عدد طبيعي، وهذاك اللي بعد الفاصلة في اليمين هذاك هو الجزء. احنا كانوا عملوا لكم حاجه باش يخلطوكم حتى تحسبوهم بالزوج منهم جزء، هو لا، عندكم بالنسبه اللي في اليسار هذاك هو العدد التام اللي هو عدد طبيعي، وبالنسبه لهذاك اللي يجي من بعد الفاصله هما الاجزاء. اما انتما كتبوا لكم الجزء الصحيح والجزء العشري اللي تلفوها لكم حتى الجزء الصحيح، ولا لكم يبان لكم كلي جزء، خاطر الجزء هو صح، هو حقيقه جزء، بصح جزء تاع العدد العشري ماشي جزء تاع الرتب. كل نوعيه باش ما كان المفروض يبدلوا الصيغه باش ما يكونش كاين اخطاء. نزيدوا نواصلوا نوليو. عندنا 16 جزء من 1000، معناتها نمشي نبحث عن جزء من 1000 اين هو. ها هو ده جزء من 1000، هي نبدي نكتب 16، اي 6 نحط هنا، الواحد ما ينقدرش ينحط مع 6، معناتها يروح الى الرتبه المواليه. صح كما اللي كنتو تعملوا التحويل، كي كنتو يحط لك مثلا 16 متر، معناتها 6 تحطها في المتر والواحد ينحط في الديكامتر، لخاطر الخانه ترفد غير وحده ما ترفدش رقمين. اي هنا جينا الواحد، شوفوا معايا، هي دروك هنا عندي هذا المكان فارغ، جزء من 10 ما عنديش فارغ، معناتها انا نملا بالاصفار، نملا الصفر، ها هو هذا، معناتها العدد هذا هو 45، ها هو هذا، فاصل، صفر، 16، هذا فيما يخص العدد التالي. لاحظتوا معايا شيء سهل ماشي حاجه صعيبه، ولا عندكم شيء صعوبه ولا بعثوها لي في التعليقات، ولا ونحاول عاود نخدمها بطريقه اخرى، ولا نحاول نسهلها، ولا نعطيكم مثال مفصل
يزيد يركز لنا على هذا الفكر. نتناوك نمشيو للشي تاعنا، شي جديد يتبع معايا. نمشيو اولا كعدنا الكسر العشري، نبداو بالدرس الثاني. الكسر العشري نحاول نفهمه، واش هو الكسر العشري؟ بالنسبة للكسر، انا كيما نسمع كسر معناتها عندي بسط وعندي مقام وعندي خط الكسر، عندي خط الكسر. هذه كي نسمع كسر هذا الشيء ينحط لي. لو قال لي كسر عشري، على سموه كسر عشري. الكسر عشري معناتها هنا الكسر عشري معناتها حقيقة هو عبارة عن كسر، بصح هنا البسط ما نتكلمش عليه، البسط يبقى تحط واش تحب. بالنسبة للمقام هنا هو من الرتب، هنا تحط الرتب، هو الرتب ابتداء ابتداء من عشرة، معناتها هنا واش معناتها الرتب ابتداء من عشرة؟ معناتها تقدر تلقى في المقام يا اما عشرات، المئات، الآلاف، عشرة آلاف، هاك تلاحظ معايا تمش، مئة ألف، هاك شوف معنتها هنا وكأنما هي الأصفار ينضاف، عشرة مئة معنتها جدول الرتب، يكون جدول الرتب نحطو العشرات، المئات، الآلاف، عشرة آلاف، بهذا الطريقة. معنتها هنا بالنسبة للمقام تاع العدد هو الرتب ابتداء من عشرة. واش معناتها ابتداء من عشرة؟ معناتها تلقى يا اما عشرة يا اما مئة يا اما الف، ما تصيبش الواحد، ما تصيبش الرتبة تاع الاحد، رتبة الاحد غير واردة لخاطر قالولنا كسر عشر، معناتها تاع نظام العشر، معناتها رانا في العشرة، معناتها يا اما عشرة يا اما مئة يا اما الف يا اما، وتحرك بها. لاحظتم هذا هو الكسر العشر. ننفذوا بعض الأمثلة. كم سيحطوا لنا ثلاثة على عشرة؟ هنحطوا هنا أمثلة باش أمثلة. ثلاثة على عشرة مئة وخمسطاش على مئة، مئتان وستة وثلاثون على ألف. لاحظتوا معايا هنا كمثال ثلاثة على ألف، معناتها هذي كش نقراها، هذي نقراها ثلاث أجزاء من عشرة، هذي نقراها خمسطاش جزء من مئة، هذي نقراها مئتان وستة وثلاثون جزء من ألف، هذي نقراها ثلاث أجزاء من ألف. لاحظتوا معايا الفكرة؟ هذا هو الكسر العشري. نمشيو دروك للشيء الثاني اللي هو الكتابة الكسرية ولا لعدد عشري. هنا نكتب الكتابة الكسرية لعدد عشري، ولا يقولون كتابة عدد عشري، عدد عشري على شكل كسر عشري، كسر عشري على شكل كسر عشري. هيا لاحظوا معايا درو، كان يعطونا العدد العشري كمثال 13 مثال، نوريكم كيش تخدموها، 13.18 مثال، هذا مثال، هذا نحاول نخدمه. هيا شوف معايا دوك، هنا نمشيو نحطوه في الجدول. لاحظ معايا باش نوري لكم الفكرة. هي كاين طريقة سهلة نوريها لكم طريقة مباشرة، بصح انا معليش نحاول بالجدول شي احسن باش نفهمو. هنا فاصلة، هنا احد، عشرات، مئات، جزء من عشرة، جزء من مئة، جزء من الف. هي هنا عندنا الفاصلة نحطوها 13.18. هيا لاحظ معايا دروك، هنا لو هنا كان نقرا هذا العدد وكانما ما فيهش الفاصله، وكان نقرا هذا العدد كله وكانما ما فيهش
فاصلة. واش نقرأ؟ نقرأ 1318 جزء من 100. معناتها كيش نكتبو؟ نكتبو 1318 على 100. تلاحظوا معايا هنا كان نقراو هذا بدون فاصلة، ما نقراوهش بالفاصل، نغطيو هذا الفاصل، نقراوه 1318 بصح واش جزء من 100. هي هاي 1318 جزء من على 100، هي ولي كيما هذا. تلاحظ معايا كاين طريقة مباشرة، واش هي؟ يحطوا لنا هنا كمثال 12.675. لاحظ معايا هنا واش نعمل، نكتب العدد الفوقاني هذا البسط نكتبه بدون فاصل، هذا نكتبه في البسط بصح بدون فاصل، معناتها 12675 بدون هنا بدون فاصل بلا فاصل. يضرب هنا في الرتبة، راني عارف باللي في الرتبة دائما فيها الواحد يجي في نهاية العدد، دائما عندي الواحد هنا كاين الواحد هنا. دروك خصني نحط الاصفار في هنا، خصني نوضع الاصفار. يضرب مانيش عارف شحال من صفر نوضع، هل اضع واحد صفر واحد صفر هاين ثلاث اصفار اربع اصفار شحال؟ هنا باش نعرف عدد الاصفار هو عدد الارقام بعد الفاصل. هنا عدد الأرقام بعد الفاصلة هو نفسه عدد الأصفار، هو نفسه عدد الأصفار. هنا حط تساوي عدد الأرقام بعد الفاصلة هو نفسه عدد الأصفار، أي معناتها هنا ش عندي 1 2 3، معناتها نحط الصفر الأول الصفر الثاني الصفر الثالث. ياك تلاحظوا معايا وجينا 12675 على 1000 كيما هذا. هذا شحال فيه من رقم بعد الفاصل؟ فيه رقمين، معناتها شحال نوضعو في الرتبة اللي في الأسفل تاع العشاري؟ نحطو صفرين. ها هذا شو رقمين بعد الفاصلة، هنا شحال عندي؟ صفرين. شتوها؟ هنا ما لا داعي للعمل بالجدول، هذيك تاع الجدول لاني فهمتكم منين جابوها، ماشي يحطوها عشوائيا، الرياضيات ما فيهاش حاجة عشوائية. تلاحظوا من هنا كتبوها بهذه الطريقة. صايدر وكان يعطيونا حتى عدد كبير، هاو نمشيو نخدمو واحد العدد كلي باش يخوفونا، نمشيو نحاولو نخدمو واحد العدد كبير. هاو هذا شو نحط هنا مثال داعي باش نحاولو نجتازوا كامل الصعوبة، يحطوا لنا 4 3 2 1 5، ويحطوا لنا هنا عاود 0 7 2 8 5 4 6. هذا خصني نكتبوه على شكل، هذا عدد عشري خصني نكتبوه على شكل كسر عشري. هاي كيش نعمل؟ نمشي حاجة الأولى نحط كسر التاء، من بعد نكتب هذا العدد كما هو هنا، أو هذا نحطه هنا من صح طارق من خطرهم بزاف. او هذا حطيته كله، شوف معانا هذا ما يهمنيش، حذفت الفاصلة وحطيته كما هو. دروك يبقى لي في الاسفل نحط الواحد، اي دروك خصني نحط الاصفار هنا. هنا شحال عندي من عاد من رقم هنا؟ نمشي هنا نحسب هادو عدد الارقام اللي عندي، 1 2 3 4 5 6 7، هنا 7 أرقام بعد الفاصل، 7 أرقام. معنتها هنا خصني هذا العدد شحال ما عندي أرقام بعد الفاصل شحال ما عندي من أصفار، معنتها هنا شحال نحط من صفر؟ 7 أصفار، 1 2 3 4 5 6 7، ونحط هادو هنا يجيونا 7 أصفار. لاحظت معايا شيء سهل، حاجة سهلة كامل. شو هاد العدد كي كبير، زعما نقولو بلي كيحطو لنا عدد كيما هذا يخوفونا، ما يخوفونا ما والو، ما كان والو،
نفس الخدمة اللي تخدمها مع عدد صغير تخدمها مع عدد كبير، مع قضية أصفار توضحهم. هذا ما كنا وريت لكم طريقة سهلة، ما كملت نغمنوا شوية. نمشيو دروك للجزء الآخر، وكان يدروك يعطونا بالمقلوب العكس، معناتها كان يقولوا لنا دروك كتابة كسر أو شري، كسر أو شري على شكل عدد عشر. معناتها دروك وكأنما يعطونا دروك بالمقلوب، يعطونا هما الكسر العشري ويقولوا لنا اكتبوه على شكل عدد عشري، ولا يقول لك اكتبه في شكله العشري، معناتها على شكل عدد عشري، ماشي بالكسر، نكتبو عدد. يلا حد معايا نمشيو نخدمو مثال. خاطر حنا ما خصنيش نعطيكم قواعد، ما خصنيش نخدم بالقواعد، ما نحبش نخدم بالقواعد، خاطر ما عندها حتى معنى، تحبط القاعده وما تعرفش تطبقها وكانما تعرفوها. انا ماذا بيا نعلمك تخدم بالخدمه والقاعده، انا ما تهمنيش القاعده هنا كامل نخدمو الرياضيات باش كامل نحطو دوك القواعد باش نوليو نعرفو نخدمو. حنا كاين بعض التلاميذ راهم يحفظو القوانين والقواعد، وكيجي للتطبيق ما يعرف يطبق ولا قانون ولا قاعده، معناتها وكانما رانا نضيعو في وقتنا، ولات الرياضيات تاريخ وجغرافيا. هنا هذا الشيء ان شاء الله ربي يعاوننا ويعاونهم حتى هما باش يحوسوا يبحثوا عن الفهامه. خلينا من الحفيظه، تحفظ قاعده ما معناتهاش انك تحصل على نقطه جيده، تحفظ كل القوانين كل القواعد وتحصل حتى على حاجه الا ما كنتش تعرف تستعمل هذه القواعد والقوانين. هي تابعه. نمشيو للمثال دوك. صني الكتابه العشريه، كتابه هنا الكتابه على شكل عدد اكتب، ولا كتابه على شكل عدد عشري، الكسر العشري ولا يحط لك الكسر اللي هو يحطوا لنا حل عدد كما هيدا. مثال لاحظ معايا، يحطوا لنا 1354 على 1000 مثال. هذا اعطوه لنا خصني نكتبو على شكل عدد عشري. شو نعطيكم الفكره بالتفصيل منين جبناها، عاود نوري لكم الطريقه المباشره باش انا ما نحبش نعطيكم قاعده صماء ما عندها حتى معنى باش تفهموا واش كاين. شوف تبع معايا، نحطوا الجدول تاعي، نحطوا الجدول انا نفهمكم واش تخدموا، ونوريكم الطريقه المباشره. بصح لازم تفهم منين جبنا هذيك، علاش رانا نخدموها هذيك، علاش نخدموها بهذيك الطريقه. هذه ما جاتش من العدم، الرياضيات ما فيهاش غير هيدا قال حط هيدا واسكت، كاش منها هذه، خصك تفهم علاش لماذا. واني اعطيكم ملاحظه، الله يخليكم، حتى مع الاساتذه تاعكم حاولوا تطرحوا الاسئله، اي حاجه ما فهمتوهاش ولا كتبوها. حتى انا بالنسبه ليا حاجه ما فهمتهاش ولا كتبها في التعليق، قال هذه علاش حطيتها هنا ولا علاش سقطتها بهذه الطريقه، وانا نحاول نصحها لكم ونوري لكم بطريقه اخرى، ولا نتعاونوا مع بعض. ومهم المعلومة كي تدخلها براسك تكون صحيحة 100%، ما يكونش عندك فيها شك ولا حاجة غامضة. هيا لاحظ معي، هنا عندي الفاصلة، هنا الأحاد، هنا العشرات، هنا المئات، هنا الآلاف. كاين بعض الأساتذة هاد الفاصلة ما يحطوش هاد الخانة تاع الفاصلة، يحطو هاد من الجزء العشري ويحطو هنا هاد الصحيح منها، ما يحطوش هاد الفاصله. ما يهمش، نتوما خدموا كيما الاستاذ اللي يوري لكم، انا نوري لكم كيفاش تخدموا وانتوما تبعوا المنهجيه الاستاذ تاعكم. بالنسبه هنا جزء من 10، هنا جزء من 100، هنا جزء من 1000. انا علاش نحطها؟ لاحظت بعض التلاميذ ينساو الفاصله، يخدم خدمته كامل صحيح بصح الفاصله ينساها، هي النقطه تضيع له. علاش انا نحاول خاصه بالنسبه الاولى متوسط شويه خفاف شويه، تحبوا تجروا في الحل، وبعض الاحيان تنساو بعض الاشياء. انا ماذا بيا نحط لكم كل شيء بالتفصيل هكذا ما توقعوش في الفخ. طبعا الاحيان تخدم كل شيء صحيح ويقول لك هي الفاصله ما حطيتهاش هنا وهنا وهنا، والنقاط يبقاو ينحتبوا لك. من الاحسن نحطها بالخف بالجدول تاعي ونتهنى ما نبقاش خايف. اي لاحظ معي، عندنا 1354 هذيك شنو نقراها، 1354 جزء من 1000. يقولنا باللي الفوقاني هو جزء من الكل. هنا ما يهمناش، هنا كتب باللي هاد الالف راه اصغر من هاد العدد، بصح هاد الكسر تلاحظ باللي ما متعلقش بالواقع،
علاش حطينا البسط كبير على المقام؟ لخاطر هذا الكسر ما عندوش علاقه بالواقع، وكان يحطوه هنا في وضعيه معاشه هنا بالصفه عليه يحترم الجزء من الكل. ياك تلاحظ معايا، بصح هنا كمثال انا واحد ونصف، كيش نكتب واحد ونصف بهذه الفكره نكتبها 15 على 10، معناتها نقدر نكتب اي عدد عشري على شكل كسر. بصح هذاك ما يعنيش انه الجزء من الكل، جزء من الكل الكسر هو عباره الجزء من الكل، كي تكون الوضع كي يكون هذا الكسر متعلق بالواقع، معناتها عنده علاقه بالواقع، كي يكون ما متعلقش بالواقع تحط كما تحب. فهي لاحظت يقدر يتعدى المقام، يقدر يكون اكبر من المقام، الا في وضعيه معاشه اللي لازم يكون اصغر من المقام. هذه انا عطيتها لكم في الكسور تقراوها ان شاء الله بالتفصيل، هي عطيتها لكم كلمحه هايده باش ما يبانلكمش كيش الجزء من الكل والكل صغير على الجزء، مستحيل هذه. وحقيقه تفكيركم صحيح، بصح هذا الكسر ما متعلقش بالواقع، ما عنده حتى معنى، معناتها عباره عن عدد كسري، مع يقدر يكون يعطينا عدد بالفاصلة ولا بالنسبة 1354 جزء من 1000، معناتها الجزء من 1000 هذا هو أي نبدأ نكتب العدد تاعي، أربعة ما بين بلي نبدأ بالآحاد تاعو ونحطو في الجزء من 1000، ها هو أي نرمق الخمسة نقدر نحطها مع الربعة ما نقدرش نحطها هنا، الثلاثة نقدر نحطها مع الربعة ولا مع الخمسة ما نقدرش نحطها هنا. الواحد نقدر نحطه فوق الفاصلة ما نقدرش، خطر هنا كاين فاصل، ها نحط هنا الفاصل، هنا كاين راه الفاصلة راه كاين شي يملأها، هيا عندنا الواحد ينحط هنا، وجينا واحد فاصل، معنت هذا هو نفسه هو واحد فاصل 354، هذه الطريقة المفصلة هذه باش تفهم منين انا نخدمو هادشي، راني فاهمكم دروك باش ما تعمل حتى حاجة قلب لا فهمها، قالوا لي اعمل هكذا راني نخدم بهاد الطريقة، لا افهم علاش اي حاجة تعملها الا وعندك التفسير تاعها. هي لاحظ معايا، وكان نحب هادي دروك نخدمها بطريقة مباشرة، هادي طريقة واحد، طريقة واحد نمشي نخدم بالطريقة الثانية، الطريقة المباشرة هادي مباشرة، هذه طريقة الفهامة، هذه الطريقة المباشرة كيش تعمل. نمشي دروك للعدد تاعي، نمشي نكتبه، نكتب هذه 5-4 على 1000 يساوي، أي لاحظ معي نمشي نكتب العدد تاعي كما هو، هاو فوقاني اكتبته، أي دروك نجي لهنا، نجي لهنا عندي على 1000، على 1000 معناتها جزء من 1000، هذا جزء من 1000 شحال يكون فيه من رقم بعد الفاصلة؟ يكون فيه 3، يقولنا بلي شحال ما عندي من أصفار، شحال ما عندي من رقم بعد الفاصلة، معناتها نجي لهنا ونحسب 1 2 3 ونوضع الفاصلة، لاحظتوا معايا؟ ويجينا هنا، عفوا بالنسبة للكتابة خرجت مليح، نعيدها، جينا 1.354، نجي نحسب هنا الأول الثاني الثالث ونوضع الفاصلة وجينا 1.354. لاحظتوا معايا كي سهلة؟ ماشي حاجة سهلة، تو نخدمو عاود مثال واحد آخر، نمشيو دايما عاود نرفد المثال شوية، كنرفد كمثال 6 على 1000، شو هاد المثال؟ هدا دروك يغبني. هيا شوف واش قلتلكم، قلتلكم بلي نحطو 6 هاك، هادي 6، هيا دروك هنا على 1000، على 1000 معنتها دروك خصني دروك هنا حصلني، معنتها كحط لي هنا ما صبتش حل الأرقام باش نعمل فيهم باش نمشي بيهم، هنا غبني. وهنا كي نقسم على 1000 معناتها راني ماشي نكحز من هالجهة، معناتها هنا نوضع اصفار، هنا شوف نوضع هنا 1 2 3، ها شحال ما عندي من الصفر هنا نضيفه من هالجهة. هيا لاحظ معايا نمشي نحسب 1، شحال عندي مثلا هنا عندي 3، هيا 1 2 3 ونوضع الفاصل وتجينا 0.0 6، نحاول نخدمها بطريقة اللي وريتها لكم تاع الفهامة هايدي.
بلك تجي احسن، تجي خير. هاي تجي بالفهمه، تجي الطريقه الاولى هذيك احسن. هنا فاصله، هنا احد، عشرات، هنا جزء من عشرة، جزء من مئة، جزء من ألف. تشوف بعض الأحيان الحاجة الفهمة تجي أحسن من الحاجة تاع المباشرة، خطرة المباشرة تخدم منا إلا الحالات السهلة. شوف معنتها ستة من عفوا هذه ستة أجزاء من ألف، ستة أجزاء من ألف، فارا جزء من ألف، جزء من ألف هذا هو نحط ستة. أي أضربك هنا واش خصني؟ خصني نملأ بالأصفار الأماكن الفارغة، معناتها نملأ هنا صفر صفر، هنا فاصلة، وهنا صفر. شحال تجيب لنا؟ نفس الشيء اللي هي صفر فاصلة صفرين ستة. هاي أنا حتى نحط صفر هنا ما عندوش تأثير، خاطر ما عندوش حتى معنى. أنا ما نكتبش صفر صفر فاصل، فكما اللي قلت لكم واحد كي تحصل على تسعة الأستاذ يكتب له صفر تسعة على عشرين، بصح كي يسألوا الأب تاعو يقول له شحال تحصلت، يقول له تحصلت على صفر تسعة، يقول له تحصلت على تسعة، ما يقولوش صفر هذاك صفر لا يحسب، ما عندوش قيمة. الصفر اللي يكون على يسار العدد الطبيعي لا قيمة له، ما عندوش قيمة. لاحظتوا معايا الفكرة؟ نمشيو للتحدي، نمشيو للتحدي، نحط لكم تحدي تخدموا وحدكم. إذا عندكم من بعد إذا كان عندكم كاش سؤال ولا حاولوا توضعوه في التعليقات ولا في أي حاجة ولا في المجموعة، ولا نحاول عاود نوضح لكم ما أكثر. أنا راني حاولت بسط لكم الفكرة، بصح يقدر تلميذ يكون عنده غموض ولا في كاش حاجة، ماشي مشكلة، ما ماشي عيب أنك ما تعرفش ولا تغلط ولا. أنا نتعلمه كلنا، حتى أنا نتعلم معكم، ونحاول نخرجوا كل الاشياء نبسطوها الى اقصى درجه ونخدموها. المهم نتحداو، هذا هو الهدف تاعنا، هو التحدي، نتحداو. ما انت حاجه ما فهمتهاش نتحداها حتى كي نفهمها، ما عنديش نبقى فيها اربع ساعه نص ساعه ساعه، ومهم في الاخير نجيبها. نمشيو للتحدي. اولا الشيء الاول نقول هنا الكتابه، هنا خطر عندنا غير سؤالين، الكسور العشريه صاركم ما تعرفنا عليهم، دونك عندنا غير الانتقال من الكسر، من الكسر العشري الى عدد عشري، ومن عدد عشري الى كسر عشري. نبدا بالاول، هنا اكتب على شكل كسر عشري، كسر عشري العدد، اي نعطيكم العدد اللي هو كمثال 0.013، هذا كتبه لي على شكل كسر عشري. يعني حطيت لكم شويه، بدات لكم شويه المثال، علاش ماذا بيا خصني تخمم، ما تبقاش تخدم كما كالآلة غير كي نخدم لك مثال وتبع عليه. حاول تخدمها وشي سهل، ماشي حاجه صعيبه، تخدمها بالخف. عاود يقولوا لنا هنا اكتب الكسر العشري هذا 165 على 1000 على شكل عدد عشري، على شكل عدد عشري. عندكم هاد السؤالين سهلين ما فيهم والو، تخدموهم في دقيقتين تجيبوهم، ماشي حاجة اللي تعب. مهم بارك الله فيكم وشكرا على المتابعة، ربي يوفقكم ويعاونكم. كاين واحد حط لي في التعليق انه طلبني اني نواصل في الاصدارات وفي هذا العمل. انا نوعدكم اني ان شاء الله ما تجوا ان شاء الله تدخلوا الفصل الاول، ان شاء الله يكون كاين كل الدروس تكون معاكم، وان شاء الله حتى الدخول المدرسي ان شاء الله نكون متابعكم درس بدرس، واي حاجه تخدموها الا وبعثوا لي ونعمل لكم الدرس تاعها، واي حاجه ما فهمتوهاش ان شاء الله نخدموها. احنا اصلا رانا سابقين الدخول المدرسي، ان شاء الله نسبقوا بمقطعين ان شاء الله، هذا الشيء اللي راني محضر له، ان شاء الله نكونوا سابقين من مقطعين. كي ندخلوا
نكونوا سابقين معناتها الشيء اللي نخدموه، الشيء اللي نخدموه في البداية تاع الدخول المدرسي تكون كتسبيق لينا، معناتها ان شاء الله الفصل، ان شاء الله نكون نتابعكم الفصل الاول من البداية الى النهاية، وان شاء الله كل سنة ان شاء الله ربي يعاوني ويوفقني باش ان شاء الله نخدم معاكم، واي حاجة اي تمرين يعطوه لكم في القسم ولا ولا حاجة غبنتكم ولا حاولوا تبعتوها لي وانا نعمل لكم الحل ليها مفصل ونفهمكم ان شاء الله الاولياء تاعكم راهم متابعينكم ان شاء الله ربي يعاونهم حتى هما ويقدروا يعاونوكم باش ان شاء الله تميزوا وتجيبوا نقاط ممتازه ان شاء الله. ربي يعاونكم وشكرا.